السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الثانية بكالوريا الخيار العربي. إن شاء الله في هذه الحصة غادي نحاولوا نجاوبوا على واحد التمرين مهم في درس دراسة الدالة العددية. وحنا في هذا التمرين راح نتحضروا للفرض المحروس الثاني اللي تيتحط في هذا الدرس هذا، داكو؟ وكيف ما تتعرفوا بالنسبة لدراسة الدالة، راه الدرس راه داخل فيه الاتصال، داخل فيه الشيخة، يعني دونك هاد الدرس هذا راه تيجمع كل ما يتعلق بالدالة، الاتصال من الشيخة، دونك كاع الأسئلة ممكن تلقاهم داخلين في درس واحد اللي ممكن كاع نسموه درس الدوال، داكوغ؟ دونك تنهضر على الدوال، راه تنهضر على واحد تلات دروس مهمة، الاتصال، الاشتقاق، ودراسة الدالة، داكوغ؟ دونك على بركة الله نحاول نجاوبو على هاد التمرين. السؤال الأول، اف حدد دا اف، الدالة هي في نهاية معرفة بهذا الشكل هذا. السؤال الأول نحدد مجموعة التعريف، دونك واحد نحدد دا اف. دا اف كيفاش تنحدوها؟ الأمور سهلة، اكس كتنتمي ل ار حيث ماذا؟ ديما أفضل طريقة نجي نكتب دا اف ايكال اكس كتنتمي، ونشوف الشروط اللي غادي نوضعها هنايا. عندي كسر خاص هادشي اللي كاين في المقام يكون يخالف زيرو، وعندي الجذر خاص داكشي اللي كاين لداخل يكون اكبر او يساوي صفر. اذا انا مادام ان هادشي اللي كاين في المقام خاصو يكون تيخالف زيرو، وهادشي اللي كاين لداخل خاصو يكون كبر من زيرو، دونك يمكن لينا هاد الشرطين نختصرهم في شرط واحد، نجي نكتب ان داكشي اللي كاين داخل الجذر اكبر قطعا من صفر. علاش ما درتش يساوي هنا؟ باش نضمن ان المقام لن يساوي صفر. وعقلوا على هاد القاعدة او هاد الطريقة هادي، فينما تلقاو عندكم في المقام جذر ما معاش حد اخر، يعني كاين غير حد واحد فيه جذر، الا لقيتي غير الجذر بوحدو في المقام، ديما داكشي اللي لداخل ديرو اكبر قطعة من صفر. داكوغ؟ دونك مجموعة تعريف هاد الحالة شنو غادي تكون؟ غادي تكون هو الحل ديال هاد المتراجع. شنو الحل ديال هاد المتراجع؟ راه هو المجال زيرو زائد ما لا نهاية. دونك حنا الدي اف ما لقيناش فيها مشكل، صافي. ندوزو السؤال الثاني، نحسبو هاد ليميت، هادي ليميت ديال اف لي اكس عندما يؤول اكس الى زيرو زائد، داكوغ؟ نعوض، ليميت ديال اكس زائد واحد على الجذر ديال اكس عندما يؤول اكس الى زيرو بلس. غادي نمشي نعوض، هتولي عندي الفوق واحد والتحت تكون عندي زيرو. هنا خصني نحدد واش زيرو بلس ولا زيرو موان، باش نعرف هنا واش زيرو بليس ولا زيرو موان كنمشي نشوف هاد المقام، خصني نعرف الإشارة ديالو. هاد المقام هنايا فيه جذر، والجذر تنعرفو ديما موجب، دونك هاد المقام راه ديما موجب. مادام موجب نديرو زيرو بليس، كون كان المقام سالب ندير زيرو موان، كل كان المقام ما نقدروش نحدو الإشارة ديالو تنديرو جدول الإشارة باش الأمور تكون واضحة. إذا واحد على زيرو بليس لانفيني، زيرو بليس راه تكون حنا عارفينها تكون لانفيني، غير واش بليس ولا موان، موجب على موجب راه تيعطينا موجب، دونك هي زائد ما لا نهاية. سولوني هنا أول النتيجة هندسيا، إذا الله يرضى عليك. دابا شنو لقيت هنا؟ لقيت ليميت ديال اف لي اكس عندما يؤول اكس إلى زيرو بليس، شحال لقيتها كتساوي زائد ما لا نهاية. أنا جيت عزلت أنا وكتبت هاد النتيجة اللي حصلت عليها. هنا الله يرضى عليك، فينما تكون ليميت ديال اف لي اكس اكس يؤول واحد العدد هنا لانفيني، ديما تنكتبو هاد التأويل هذا. إذا سأف يقبل مقارب معادلته إكس تساوي، هنا عندي إكس أؤول إلى العدد صفر، دونك ندير إكس تساوي صفر هنا. دونك هاد المقارب في الحقيقة ملي تنقول سأف يقبل مقارب، شنو هاد المقارب؟ المقارب غير واحد المستقيم كيبدا يقرب منه المنحنى، سيتورا ماشي شي حاجة. دونك المقارب شنو هو؟ عبارة عن مستقيم كيبدا يقترب من المنحنى ولكن ما تيمسوش، هذا إلا هضرنا من ناحية الإنشاء ديال المنحنى ديال الدالة اف. دونك سيف يقبل مقارب معادلته، كاين اللي تيكتب مقارب عمودي، لا داعي لهاديك عمودي، اللي تيهمنا هي المعادلة ديال المقارب، معادلة اكس يساوي زيرو، صافي. مزيان، إذا هذا التأويل الهندسي حنا عطيناه. نمشيو للكيسيون
واحدة أخرى ثالثة، أحسب هاد النهاية ثم دونك نبداو بهذه ليميت ديال اف دو اكس من لي اكس كتمشي بلوس انفيني. غنمشي نعوض ليميت ديال اكس زائد واحد على جذر اكس عند بلوس انفيني. النهاية ديال هاد الحدودية هي النهاية ديال هاد اكس، والنهاية ديال اكس عند بلوس انفيني راه تبقى بلوس انفيني، والنهاية ديال هاد الجذر النهاية ديال داكشي اللي كاين داخل بلوس انفيني والجذر ديال بلوس انفيني بلوس انفيني، دونك عندي بلوس انفيني على بلوس انفيني شكل غير محدد. باش نحيد هاد الشكل غير محدد كاين عندنا بزاف تقنيات، التعميل، الضرب في المرافق، ولكن في بعض الاحيان ممكن نديرو شي تقنيات اللي هي بسيطه ولكن عندها واحد مفعول، بحال اننا نفرقوا الا عندنا شي كسر نقدر نفرق الكسر كيفاش، بحال مثلا شنو نقدر ندير، نقدر ندير هادي على هادي زائد هادي على هادي، اكس على جذر اكس زائد واحد على جذر اكس عند بلس انفيني بطبيعة الحال تساوي ليميت عند بلوس انفيني. هنا نقدر هاد اكس في الحقيقه راه هي جذر اكس واستثناء واحد جذر اكس تمشي مع جذر اكس كتبقى ليا هادي كامله كتساوي جذر اكس، يعني نقدر نجي نكتب هنا مباشر جذر اكس، اولا نحيد هاد جذر المقام نضرب هنا في جذر اكس والفوق جذر اكس تولي عندي لتحت جذر اكس واستثناء هي اكس والفوق تولي اكس جذر اكس، ومن بعد اكس تمشي مع اكس تبقى ليا غير جذر اكس. نتوما عندكم اعزائي التلاميذ عندكم الحق غادي اعتبروها كقاعده من عندي، فيما تكون عندك اعلى غاصين ا شي عدد على الجذر ديالو ديما عندك الحق تجي تكتب ديريكت مغاصين ا، هادي خاصك تحفظ هادي صافي مزيان. دونك هنا بلا ما تضيع الوقت تبقى بحال مثلا هنايا نضرب فوق في جذر اكس وتحت في جذر اكس واللي في الاخر نوصل لهاد القص انه تساوي جذر اكس مباشرة عندي الحق نكتب جذر اكس، كتعتبر داكشي عندك صحاح واحد، وهادي غنخلوها في بلاصتها. بعد نحسب النهايه ديال هادي عند زائد ما لا نهايه راه هي زائد ما لا نهايه، واحد على زائد ما لا نهايه راه صفر، دونك غتكون عندنا زائد ما لا نهايه، وندير التعليل لان ليميت ديال جذر اكس عند زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه، والليميت ديال واحد على جذر اكس عند زائد ما لا نهايه واحد على زائد ما لا نهايه راه هي زيرو، انا غير علثت الجواب ديالي، زائد ما لا نهايه زائد صفر راه هي زائد ما لا نهايه. دونك دابا شنو لقيت ان الليميت ديال اف لاكس، الوغ نقول ليميت ديال اف دو اكس عند بلوس انفيني شنو لقينا هي بلوس لانفيني سالينا. غادي نمشيو لكيسيون واحد اخرى كاتخيام او مازال في تخوازيام كيسيون، خاصني نحسب ليميت ديال اف اكس على اكس ان زائد ما لا نهايه، مزيان ما كاين باس. دونك شنو غادي ندير، ليميت اف لي اكس على اكس عند بلوس لانفيني هي الليميت ديال اكس زائد واحد على جذر اكس هنا ممكن هاد جذر اكس نهبطو هنا ونضربو في هاد اكس، وهادي قاعدة كنت ذكرت بها في فيديو سابق، ا على بي الكل على سي، يمكن لك ديريكت مود بي تهبطها هنا ودير ا على بي سي، علاش؟ لأنه إلا خدينا هذا وضربناه في المقلوب ديال سي تولي عندي ا على بي في واحد على سي، ومن بعد البسط في البسط والمقام في المقام تخرج لنا هاد النتيجة هادي. دونك حنا باش ما نضيعوش الوقت إلا عندي شي كسر داير بحال ديما نكتبو ديريكت على هاد الشكل، نشد غير هاد المقام اللي هو بي نهبطو لتحت ونضربو في سي وتولي عندنا النتيجة هادي. هادشي اللي غادي ندير هنايا، نشد اكس زايد واحد نخليها في الفوق، ونشد هاد المقام جذر اكس نهبطو ونضربو في هاد اكس تولي عندي اكس جذر اكس. هاتو تقنيات كنستعملهم في الحساب العددي خصكم تضبطوهم. من بعد كنحسب النهايه ديال هادشي اللي كاين الفوق زائد ما هادشي اللي كاين تحت زائد ما، دونك بشكل غير محدد قدرت نفكر حتى انا نفرق الكسر ديال ليميت ديال هاد اكس على هادشي زائد هاد واحد على هادشي عند زائد ما ليميت هاد اكس مشات مع اكس شنو بقى لي واحد على جذر اكس زائد واحد على اكس جذر اكس، واحد على زائد ما شنو تعطيني يا صفر، واحد على زائد ما صفر، دونك النتيجة شحال، اذا ليميت ديال اف لي اكس على اكس عند زائد ما لا نهاية صافي ديال اكس طون فير بلوس انفيني شنو لقينا، لقينا زيرو. هنا طالبين مني نعطي تأويل هندسي او النتيجة المحصلة، هاد النتيجة عندي ليها واحد التأويل هندسي خصنا نكونو حافظينو، ما
بتكون ليميت ديال اف لاكس على اكس عند لانفيني زائد ما لا ولا ناقص ما لا كتساوي صفر. هنا تنقول السيف يقبل فرع شاش جامعي باتجاه محور الافاصيل. تكون محفوظة هذه السيف يقبل فرع الشاش الجامعي باتجاه محور الافاصيل. ومادام عندي هنا اكس يؤول الى زائد ما لا نكتب بجوار زائد ما لا نهاية. بمعنى هنا الى بغي نفهمو شنو واقع انه الى لاكو المنحنى ديال الدالكة غادي تكون بجوار ملي تنقول اكس يؤول الى زائد ما لا نهاية هاد النهاية تعطيني فكرة شنو تيوقع المنحنى في هاد البليس. ملي تيكون اكس يؤول الى زائد ما تتعني انه ملي تيكون الافاصيل يعني تنهضر على الافاصيل الموجبه اللي كبيره يعني كنهضر على هاد البلايص هادو يعني المنحنى كيفاش غادي يكون في هاد البلاصه هادي داكوغ الى اعتبرت هذا منحنى. دونك مادام قد السي اف يقبل فرجين باتجاه محور الافاصيل بجوار زائد ما تكون عندنا هاد الحاله اما الشكل داير هاك من الفوق ولا من تحت. شكون اللي يحدد لي واش هذا ولاد اما الرتابه ولا نقدر نشوف غير الليميت ديال اف لي اكس شحال عطاتنا قبيله. ليميت ديال اف ليكس لقينا ملي اكس كتشيل زائد ملي لقينا اف ليكس تاويله زائد. شنو هي اف ليكس؟ اف ليكس في الحقيقه راه هي غير الارتوب او الاراتيب ديال النقط ديال المنحنى يعني الاراتيب كي غادي يولوا. الا كان اكس يؤول الى زائد يعني الا كان الافاصيل غادي تتكبر يعني الا كانت الافاصيل موجبه الاراتيب ايضا غتبقى موجبه. دونك هنايا في هذا البلايص عندنا افاصيل موجبه ولكن اللي مشيت في هذا المنحنى الاراتيب ديال النقاط اللي كاينه غيكونوا موجب ولكن الاراتيب ديال النقاط هادو غيكونوا سالب وبالتالي هاد الجزء ما غاديش يكون عندنا يكون عندنا هذا داكوغ. لانه الليميت ديال اف ليكس عندما يؤول اكس الى زائد اف ليكس سيؤول الى زائد ما لا ملي تنقول اف ليكس سيؤول الى زائد معنى الاراتيب ديال هاد المنحنى راه تتكبر يعني تتاخذ قيم موجبه. هنايا اي نقطه خديتها غيكون الارتوب ديالها سالب تاني ما يمكنش يكون عندنا المنحنى. كاينه الطريقه باش نحدو هنا واحد اللي غادي يكون ولا الرتابه الا كانت داله تزايديه طبعا الحال في هذا المجال راه يكون عندنا الجزء الا كانت داله تناقصيه يكون عندنا الجزء داكوغ. وهذا الشيء ان شاء الله غادي نشوفوه بالتفصيل في الانشاء ديال المنحنى داكوغ. انا غير بغيت نعطي فكره على شنو تيوقع ميفيانيا داكوغ. اما هادشي راه ما سولوناش عليه هنا في هذا السؤال. نمشي للسؤال 4 تحقق ان اف بريم دو اكس يتساوي التعبير على المجال 0 بلس انفيني مهما يكون اكس كبر من صفر يعني 0 بلس انفيني. اذا هنا شنو غادي نديرو نمشيو نحسبو. دونك غادي نجي نكتب رابعا لدينا اف دالة قابلة للاشتقاق على داك المجال اللي عطينا في السؤال قال لي اكس كبر قطعة من زيرو يعني على المجال 0 بلس انفيني. بغيت تكتب علاش كتب ما بغيتيش راه مثلا بالنسبه للثانوي التاهيلي ما تنحكروش بزاف على شي مي تفوت الباكالوريا يعني في المدارس السعوديه راه خصك جوستيفي ضروري جوستيفي. حنا ملي تنبغي نشتق بغيت تكتب جوستيفيكاسيون مزيان ما قدرتيش بلاش صافي غادي نمشي نشتق هاد الداله هادي. دونك كنجي نكتب اف بريم دو اكس شنو تتساوي اكس زائد واحد على جذر اكس عارف وخصني نلقى هاد النتيجة هادي اكس ناقص واحد على اثنان اكس جذر اكس مزيان. هنا عندي او على في هي او بريم في ناقص او في بريم على في أس اثنان قاعدة هادي عندنا هيا نذكر نكتبها هنايا واش تبان ليكم او على في حيث او في دالتين كندير اشتقاق ديال هادي لي الفوق في هادي اللي لتحت ونبدل الاشتقاق هادي في الاشتقاق ديال هاد او في في بري على الدالة اللي كاينة لتحت او كاري. قاعدة هادي خاصها تحفظ لأنها مهمة كنحتاجوها بزاف في التمارين. دونك كنجي نديرها هنايا جدر اكس غندير او سي تنان ياك وندير الاشتقاق ديال هادي اللي كاينة الفوق في هاد الدالة اللي كاينة لتحت ونقلب الاشتقاق هاديك الدالة اللي كاينة الفوق في الاشتقاق ديال الدالة اللي كاينة لتحت مزيان تخي بيان. من بعد شنو غندير جدر اكس اوس اثنان هي اكس اشتقاق ديال اكس زايد واحد راه هو واحد
واحد في جذر اكس. هاي علاش؟ لان الشقه ديال اكس واحد والشقه ديال واحد زيرو، دونك واحد في جذر اكس راه هي جذر اكس. اذا هادشي كامل تبقى غير جذر اكس ناقص اكس زائد واحد نخليها. هنا عندنا الضرب، الضرب فاش في اشتقاق ديال جذر اكس. شنو اشتقاق ديال جذر اكس؟ عندنا قاعده راه هو واحد على اثنان جذر اكس. صافي مزيان، نكملو. هنا عندي اكس فوق عندي جذر اكس ناقص هنا اكس زائد واحد في هذا الكسر. هاد اكس زائد واحد راه بحال عندنا اكس زائد واحد على واحد، المقام راه بحال عندنا فيه واحد. ندير البسط في البسط والمقام في المقام، شنو تولي عندي؟ تولي عندي اكس زائد واحد على اثنان جذر اكس. شديت غير هاد التعبير ضربتو في هذا الكسر، بسط في البسط المقام في المقام، عطاتني النتيجة. غادي نحاول نخلي هاد اكس والفوق ندير توحيد المقام، مشا يولي عندي الفوق، هتولي عندي هنا كنضرب تحت في اثنان جذر اكس والفوق نضرب في اثنان جذر اكس. شنو تولي عندي؟ الفوق تولي عندي اثنان جذر اكس أس اثنان على جذر على اثنان جذر اكس ناقص اكس زائد واحد على اثنان جذر جذر اكس. مزيان هذا تأكد واش هذاك الشيء هو هذاك ولا لا. مزيان فوالا مزيان. دونك كتولي عندي هنايا اكس فوق تولي عندي اثنان جذر اكس. هنا اثنان جذر اكس أس اثنان راه هي اثنان اكس، وهاد الناقص ملي غادي نطلعها فوق الكسر كتغير الاشاره ديال هاد الوسط كامل. شاتو اللي عندي هنا عندي زائد ياك، دونك ملي ندخل عند الناقص نطلعها فوق الكسر تدخل على التعبير كامل تغير الاشاره ديالها تولي ناقص اكس ناقص واحد. من بعد هاد المقام غنشد هاد الكسر نضربو في المقلوب ديال هذا، اولا باختصار ببساطه شد غير هذا هبطو هنايا. القاعده اللي قلنا قبيله ديال اعلى بي الكل على سي، عندك الحق ديالك تبي تهبطها وتضربها في السي، تكتب غير اعلى بي سي. هادشي اللي غندير هنايا، نكتب هادشي اللي كاين الفوق، نقدر نكتبوه مبسط. دو اثنان اكس ناقص اكس راه هي اكس، هتولي عندي اكس ناقص ناقص واحد ياك، على هاد اثنان جذر اكس نهبطها ونضربها في اكس، هتولي هي اثنان اكس جذر اكس. ونتمنى تكون هادي هي النتيجة اللي حنا باغيين نوصلو ليها، خاصها تكون هي نفسها. اكس ناقص اف بريم دو اكس هي اكس ناقص واحد على اثنان اكس جذر اكس، اكس ناقص واحد على اثنان اكس جذر اكس. دونك هداك الشي عندنا مزيان. تخي بيان، ندوزو للسؤال خمسة. ضع جدول التغييرات الدالة اف. فانا هنايا غادي نجي عندنا خمسة جدول تغيرات اف. لدينا حسب السؤال السابق ما يكون اكس كبر من زيرو، اف بريم دو اكس شنو تساوي؟ اكس ناقص واحد على اثنان اكس جذر اكس. عندي كسر، كنشوف هنايا واش نقدر نختصر الاشارة ديال اف بريم مثلا في البسط او المقام. اكس عندنا موجب هنا لانه كبر من صفر، وبالتالي هذا المقام كي غادي يكون؟ غادي يكون موجب، لان هذا موجب اكس موجب والجذر موجب. دونك شنو نجي نكتب؟ لدينا مهما يكون اكس كبر من زيرو، هذا المقام اللي هو اثنان اكس جذر اكس مالو كبر من زيرو، ومنه اشارة اف بريم دو اكس غادي تكون هي اشارة البسط اكس ناقص واحد. علاش؟ مادام هذا موجب راه الا كان هذا موجب موجب على موجب حتى هذا غادي يبقى موجب، وإلا كان هذا سالب سالب على موجب غيولي سالب، دونك هذا تا هو سالب. داكوغ، هنايا إشارة ديال إف بريم قلنا هي الإشارة ديال إكس ناقص واحد، ورا الإشارة ديال الحدود يوم الدرجة الأولى حنا عندنا قواعد، عندنا قاعدة كيفاش نعرفو الإشارة ديال الحدود يوم الدرجة، دونك ما عندناش مشكل كيفاش نحدو الإشارة ديال إف بريم. داكوغ، باش ندير جدول التغيير خصني نمشي نشوف هاد إف بريم فين تتنعدم. كنجي نحل المعادلة إف بريم دو إكس، ولدينا اف بريم دو اكس نديرها كتساوي زيرو، يو كافي كناخد هاد الكسر كلو نديرو كيساوي زيرو، وملي تيكون عندي كسر كيساوي زيرو تناخد غير البسط نديرو تيساوي زيرو، قاع ما يمكنش يساوي زيرو، اكس ناقص واحد كيساوي زيرو.
يعني اكس شنو تساوي ناقص واحد الجذر تولي عندي واحد. كنديرو دابا الجدول كي غادي يكون ها اكس ها اف بريم دو اكس ها اف دو اكس. هنايا ندير مجموعة التعريف راه هي زيرو زائد ما لا نهاية، ياك وزيرو ما كاينش في مجموعة التعريف، اذا باش نقول راه ما كاينش كندير جوج خطوط عليه تيكون متوازن ميسطر بطبيعة الحال. هنا في هاد البلاصة غادي نشوف اف بريم فين لقيتها كتنعدم، اف بريم دو اكس كتساوي زيرو فين بلاصة في واحد، دونك نجي نكتب هنا واحد ونجي ندير هاك زيرو، صافي دير ان اف بريم تنعدم في واحد، تنعدم في واحد. مزيان، خصني نشوف إشارة اف بريم كي دايرة. شنو قلنا على إشارة اف بريم؟ هنا هضرت على إشارة اف بريم، قلت أن إشارة اف بريم هي إشارة الحدودية اكس ناقص واحد، ياك فهاد البلاصة ديال اف بريم دو اكس غنتخيل بحال عندي اكس ناقص واحد هي اللي كاينة هنايا، لأنه قلت الإشارة ديال اف بريم هي الإشارة ديال اكس ناقص واحد، دونك إلا تخيلت اكس ناقص واحد كاينة هنا، هنا شنو تنديرو؟ كندير إشارة أق، هنا راه هي العدد اللي كاين قبل من اكس اللي هو واحد، دونك واحد موجب إذا تكون موجبة، وهنا العكس ناقص، دونك الدالة كيعادي تكون غتكون تناقصية تزايدية. حنا كنمشي نحسب صورة واحد، شحال صورة واحد؟ إلا رجعنا للدالة واحد زايد واحد جوج على جذر واحد يعني واحد، يعني جوج على واحد راه هي جوج، حسبنا صورة واحد غنلقاو جوج. مزيان، وهنا في هاد البلاصة عند زائد مانا شحال لقينا؟ زائد مانا هنايا، وعند زيرو بلوس كنا لقينا إلا بقيت تنتذكر، عند زيرو بلوس فوالا، عند زيرو بلوس كنا لقينا بلوس لانفين، دونك هنايا ندير زائد مانا هنايا، هادشي كنا ديما بحال هاد النهاية تتكون ديجا جاوبت عليهم. دابا صافي سالينا جدول التغيير، ندوز تقعر سي اف سادسا. تقعر سيف، هنا ملي تنبغي نهضر على التقعر كنمشي لهاديك المشتقة كنعاود نشتقها مرة تانية، دونك لدينا مادام غادي نشتقها مرة تانية ما فيها باش نجي نكتب هاد الجملة، لدينا اف بريم قابلة للاشتقاق، فين هي اف بريم؟ هاهي فين هي؟ إلا شفت فيها مزيان فهي قابلة للاشتقاق على المجال زيرو بلوس انفيني. علاش انا عطيت تعليل شفوي وانتم راه يمكن لكم تكتبوا غير هذه في الفرض ولا حتى في الامتحان، بغيت تكتبوا التعليل كتبوا ما كاينش مشكل. علاش هذه قابله للاشتقاق؟ ممكن نقول لك كخارج دالتين قابلتين للاشتقاق على، وممكن تقول كخارج وجداء دوار قابله للاشتقاق على هذا المجال، تنقول خارج يعني خارج هاد الدالتين، وتنقول كجداء هاد دالتين اثنان اكس وجد اكس، هذا راه جداء دالتين قابلة للاشتقاق على زيرو زائد ما لا نهاية، داكوغ؟ وخاص واحد الشرط اخر ضاف، انه مهما يكون اكس عند المجال زيرو زائد ما لا نهاية خاص هاد المقام يخالف زيرو، و الا كان اكس كينتمي من هاد المجال فعلا هاد المقام هذا راه تيخالف صفر، اذا اف بريم راه قابل للاشتقاق على زيرو زائد ما لا نهاية. كاين اللي هاد المعلومات هادي تضر في راسو اللي ماقدرش يعقل على هادشي يجي يكتب غير هاد الجملة راه كافية، داكوغ؟ إذا أنا شنو غندير؟ باغي التقاعر تنمشي هاد اف بريم تنعاود تشتقها مرة أخرى، بمعنى كتجي لهاد الصيغة هادي ديال اف بريم، هاد الدالة هادي، هاد التعبير ديال اف بريم كنعاود نشتق تنشتقو، داكوغ؟ يعني شنو نجي نكتب؟ ولدينا اف بريم دو اكس، نكتبو الدالة اللي عندي هي هادي، ياك، ومنه نمشي نشتق هادي مرة أخرى، إلا درت الشتقة مرة أخرى تولي عندي هاك اف سكوند اكس، شتولي اكس ناقص واحد على اثنان اكس جذر اكس بريم، داكوغ؟ شنو يساوي هادشي؟ فرق بنفس الطريقة ديال قبيل او على في، دونك كندير اكس ناقص واحد بريم في اثنان اكس جذر اكس ناقص واحد يعني اكس جذر اكس بريم، ولتحت ندير اكس جذر اكس لو تو كاري، صافي. غادي نكمل،
دونك اف بريم دو اكس نكتب هادشي فين وصلت انا هادشي داكوغ اشتقاق ديال اكس ناقص واحد راه هو واحد واحد نضرب في اثنان اكس جذر اكس تبقى هي اثنان اكس جذر اكس ناقص اكس ناقص واحد غادي تبقى وغنديرو اشتقاق ديال هاد هنا راه بحال عندنا اي في في عارفين حنا كيفاش تنديرو اشتقاق ديال اي في في ها هي القاعدة نذكر بها اي مضروبة في في دالة في دالة اشتقاق ديال جوج دالتين كيكون اشتقاق ديال الاولى في في زائد اي في الاشتقاق ديال الثانية سهلة هنا بريم على هاد اي وهنا بريم على هاد في هادشي اللي نجي ندير هنايا دونك اشتقاق ديال اثنان اكس ها هو فين هو غنجي نكتبها ديريكت اشتقاق ديال اثنان اكس بريم في جذر اكس داكوغ زائد اثنان اكس في الاشتقاق ديال جذر اكس علاش على هاد اثنان اكس جذر اكس الكل اس اثنان اثنان اكس جذر اكس الكل كل اس اثنان غنكمل دونك اثنان اكس جذر اكس غادي تبقى ناقص اكس ناقص واحد اشتقاق ديال اثنان اكس هو جوج جوج في جذر اكس غتبقى اثنان جذر اكس زائد اثنان اكس غتبقى واشتقاق ديال جذر اكس شناهو اشتقاق ديال جذر اكس راه هو واحد على اثنان جذر اكس ولتا تحسبو هادي اثنان هاد اثنان نفرقو على اثنان على اكس ولا جذر اكس تولي ربعة اكس اس اثنان في جذر اكس اس اثنان راه هي اكس مزيان هنا نقدر هاد اكس اس اثنان في اكس نكتبها هي ربعة اكس اس ثلاثة ولكن انا غنخليها بحالك علاش بان ليا هاد ربعة اكس اس اثنان موجب وحنا في الاشتقاق باردون هنا راه اف سكوند حنا في الاشتقاق سواء المشتق الاول ولا المشتق الثانيه راه من بعد كنقول حد الاشاره دونك مزيان نخلي هذا الشيء هذا موجب نخليه اكس نخليه معزول ماشي مشكل بلا ما نبسط هنايا بقى 4 اكس اس 2 في اكس اللي بغى يكتب 4 اكس اس 3 حصل الاخر يشوف الاشاره ما كاينش مشكل هنا الفوق تولي عندي 2 اكس جذر اكس ناقص اكس ناقص 1 هادي 2 جذر اكس زائد هاد جوج تختزل مع جوج تبقى ليا الباص في الباص ناقص في الباقه تبقى ليا اكس على جذر اكس و اكس على جذر اكس عندك الحق تكتب ديريكت جذر اكس لانه هضرت عليها قبيله غادي اعتبروها كقاعده ا على جذر ا تساوي دائما جذر ا كليكم تاكدوا اذا يساوي 4 اكس اس 2 في اكس فوق تبقى ليا 2 اكس جذر اكس ناقص اكس ناقص واحد و 2 جذر اكس زائد جذر اكس راه هي 3 جذر اكس غنزيد نبسط هادشي اللي كان فوق 4 اكس اس 2 في اكس فوق تولي عندي 2 اكس جذر اكس ناقص غنشر هادشي 3 جذر اكس في اكس راه هي 3 اكس جذر اكس و 3 جذر اكس في ناقص واحد راه هي ناقص 3 جذر نكملو 4 اكس اس 2 في اكس هنا 2 اكس جذر اكس ناقص هنا الاقواس مسبوقه بناقص دونك غيتغيروا الاشاره تولي 3 اكس جذر اكس زائد 3 جذر اكس تساوي هنا 4 اكس اس 2 في اكس وهنا يمكن ليا هاد 2 اكس جذر اكس نبسطها من هادي 2 اكس جذر اكس ناقص 3 اكس جذر اكس راه هي ناقص اكس جذر اكس ناقص اكس جذر اكس اللي ما فهمش من الجملة هذه يشد يعمل غير بإكس جذر 3 أو إكس جذر إكس هتولي عندنا جوج ناقص 3 لكل عامل اللي إكس جذر وجوج ناقص 3 راه هي ناقص 1 دونك تكون عندنا ناقص إكس جذر إكس زائد هاد 3 جذر إكس إذا هادي راه جبتها غير من هنا بسطت هاد التعبير هذا عطاني ناقص إكس جذر إكس هنا نقدر نعمل بجذر إكس كل ما عملتي كل ما مزيان بالنسبه للاشاره لانه تحتاج اشاره في الاربعة اكس اس 2 في اكس وهنا نعملو بجذر اكس هتولي عندي جذر اكس عامل لناقص اكس زائد
زائد 3. داكوغ، مزيان. تذكرت انه في المجال اللي عندنا هنايا احنا خدامين غير في 0 زائد منايا، دونك اكس ديما موجب. دونك يمكن لي بحال هنايا اختصر، غادي نكتب غير 4 اكس و 3، و اكس و 3 راه تبقى موجب واخا الاصفر دي، لانه اكس تنعرفو موجب. اذا هنا يمكن لي هاد اكس و 6 في اكس نقدر نكتبها مباشره اكس اس اكس و 3. اكس و 6 في اكس راه هي اكس و 3. دابا شنو عندي لهذا؟ 4 اكس و 3 عدد موجب، جذر اكس عدد موجب. اذا الاشاره ديال المشتقة الثانية غادي تكون هي إشارة هذا التعبير هذا. ولدينا كيلكو سوا إكس كبر من زيرو، 4 إكس و 3 كبر من زيرو، و حتى جذر إكس عندي تا هو كبر من زيرو. إذن إشارة المشتقة الثانية ياك هي إشارة ماذا؟ هي إشارة الحدودية اللي هي ناقص إكس زائد 3. مزيان فار. ثم من بعد خصني نمشي نشوف المشتقة الثاني فين تتنعدم. إف سوغون دو إكس نديرها كتساوي زيرو، يكافي يكافي ماذا؟ أن الكسر كيساوي زيرو. ملي تيكون عندنا كسر كيساوي زيرو تناخدو غير البسط نديرو كيساوي زيرو. إذا هنا بلا ما نضيع الوقت ناخد الكسر تيساوي زيرو، ناخد غير البسط كيساوي زيرو. جذر إكس عامل ناقص إكس زائد 3 كتساوي صفر. يكافي ماذا؟ أن هذا العامل تيساوي صفر، أو العامل الثاني كيساوي صفر. يعني إكس كتساوي صفر، وهذا غير ممكن. علاش؟ لأنه حنا خدامين في المجال زيرو زائد مية، إكس أكبر قطعة من زيرو، دونك معمر إكس تساوي صفر. هو المجال اللي خدامين عليه حنا في التمرين. ثم هذه المعادلة أو ناقص إكس تحولها للجهة الأخرى، تولي عندنا إكس كتساوي 3، وبالتالي غادي تكون المشتقة الثانية كتنعدم في 3. أما إكس يساوي زيرو في هذه الحالة غير، أنا نكتب هنا غير ممكنة. إكس كتساوي زيرو هذه معادلة غير ممكنة، لأنه إكس ميمكنش يساوي زيرو، حنا خدامين في المجال زيرو زائد ما هي زيرو مفتوح. اذا المشتقة الثانية لقيتها كتنعدم في 3. دابا غادي نمشي نحدد، غادي نحدد التقعر ونعطي نقاط انعطاف، لانه قال لي ادرس تقعر سي اف ثم حدد نقاط انعطاف ديالك. داكوغ، غادي نحاول نجاوب هنايا. التقعر دابا كي غادي يكون، كندير واحد الجدول بحال هكا صافي. هنا ندير اكس، هنا تندير اف مشتقة تاني اكس، وهنا تندير تقعر، تقعر سي اف. داكوغ، تنكتبها تقعر سي اف. حنا خدامين في المجال زيرو زائد ما لا نهاية، يعني هادي هي مجموعة التعريف وزيرو ما داخلش. داكوغ، لقينا المشتقة التانية كتنعدم في 3، 3 تكون هنا كاين في المجال زيرو زائد ما لا نهاية. بنشوف الإشارة اللي كاين هنايا. المشتقة الثانية الإيش اللي بغيت نعرف الإشارة ديالها، قلت واحد الجملة إشارة إف، إشارة المشتقة الثانية إشارة ماذا؟ ناقص إكس زائد 3. دونك نتخيل هنا في المشتقة الثانية بحال عندنا ناقص إكس زائد 3 هي اللي مكتوبة هنايا. هنا على يمين فين تتنعدم ندير إشارة أ اللي هي هنا أشحال، راه هي ناقص واحد، دونك تكون عندنا ناقص هنايا. وهنايا العكس ديال الإشارة. دونك شنو غادي يكون عندنا؟ غادي تكون عندنا ملي تكون عندنا المشتقة الثانية موجبة، تيكون عندنا الشكل داير هاك، التقعر داير هاك. وملي تتكون عندنا سالب، التقعر تيكون داير هاك. تيبقى هنا في هاد البلاصة شنو تلاحظو؟ المشتقة الثانية كتنعدم في 3 مع تغيير الإشارة. إذا في النقطة ديال الأفصول ديال هاد العدد اللي هو 3، والأرتوب ديال غادي يكون هو اف لثلاثة، تكون نقطة انعطاف. هاد نقطة انعطاف تنكتبوها هنا في الأرض عليك، كندير بحال المثلث هاك، وكتب سميها مثلا أ، وكتب الإحداثية ديالها تكون 3 اف
اف لثلاثة، وسير حسب اف لثلاثة. اذا هاد البلاصه اللي كنديروها هنايا كندير بحال المثلث ونكتب النقطه نعيطها في هنايا، كون كانت عندنا نفس الاشاره هنا وهنا، واخا المشتقات الثانيه تكون تنعاد وما عندنا نفس الاشاره ما تتكونش نقطه انعطاف. خاص باش تكون نقطه انعطاف المشتقه الثانيه خاصها تكون تنعاد مع تغيير في الاشاره. اما كون كانت هنا بلوس وهنا بلوس، ولا هنا ناقص وهنا ناقص، راه ما تكونش عندنا نقطه انعطاف. وهادشي عقلوا ليه، الله يرضى عليكم. نعطي نقطة انعطاف، نقول علاش هادي نقطة. ولدينا دابا نعطي التقاعر في الجدول، ساليت من التقاعر، دابا نحدد نقاط انعطاف. كاينه نقطة واحدة، ولأن المشتقتين كيتنعدم في عدد واحد مع تغيير الإشارة، إذا تكون نقطة انعطاف واحدة. كون كانت المشتقة الثانية كتنعدم في جوج أعداد مع تغيير الإشارة، يكون عندنا جوج نقاط ديال الانعطاف. ولدينا إف سكوند إكس تنعدم في ثلاثة مع تغيير الإشارة. إذا النقطة أ ثلاثة، ونمشي نحسب إف لثلاثة، وانتم غادي تكتبوا مباشرة ثلاثة و إف لثلاثة أعوض ديريكت هنايا، هي نقطة انعطاف، أي انعطاف لسه إف. فاش في النقطة هي نقطة انعطاف وصافي، دونك راه صافي جاوبت هنايا. أي نمشي نحدد الإحداد، نحدد إف لثلاثة، أي ثلاثة و إف لثلاثة نمشي نحسبوها. إلا حسبنا إف لثلاثة نرجعو للدالة، هاهي الدالة فينا، ثلاثة زايد واحد هي أربعة، وهنا جدر ثلاثة، دونك تكون عندنا أربعة على جدر ثلاثة. إلا افترضنا هاد النقطة، لأنه مثلا كنت عطانا سؤال آخر ديال الإنشاء، وهاد النقطة خاص المنحنى يدوز منها، دونك إلا بغيت نرسم هادي باش المنحنى يدوز منها، هاد ربعة على جدر ثلاثة خاصني نستعمل كالكولاتريس باش نحسبها. أولا تلقاو عاطينا ليكم في المعطيات ديال الإنشاء، يقول لك أنه نعطي ربعة على جدر ثلاثة شنو تتساوي، راه تيديرو هادشي، تيعطوكم بعض المرات إلا كانت ممنوعة الكالكولاتريس، كان مسموح بها راه نتا راه تمشي تقسم ربعة على جدر ثلاثة وتخرج لك قيمة عشرية وصافي، وتكمل الإنشاء ديالك بالنسبة للنقطة أ. دونك أعزائي التلاميذ انتهت الحصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.